لو أن شخصا منع من الدخول إلا برشوة فهل يعد مستطيعا؟ قيل له لن تدخل مكة إلا برشوة، فهل يعد مستطيعا؟ فالجواب اختلف العلماء في ذلك، فقال بعض العلماء يدفع قياسا على من كان له حق عند شخص ولم يتوصل إليه إلا بدفع مال، وقياسا على من عدم الماء ومعه ثمن للماء فالواجب عليه أن يشتري. والقول الآخر أنه لا يعد مستطيعا ولا يدفع مالا، وهذا هو الأقرب. وأما قياسهم على عادم الماء فقياس مع الفارق، كيف؟ في مسألة الماء لن يرتكب محرمة، وفي هذه المسألة سيرتكب محرمة. وأما القياس على أن من له حق ولم يتوصل إليه إلا بدفع مال فإنه قياس مع الفارق، كيف؟ لأن مسألة حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، أما هنا فهو حق لله عز وجل.